تحياتي. اليوم احنا متواجدين في مدينة عكا. يكفي ان نقول عكا عشان تعرف انه عكا هي درة البلاد، هي الجوهر الثمينة، عكا اللي عكت كل الامبراطوريات وبقيت صامدة. تعالوا نعمل جولة في مدينة عكا، يلا معي. على العافية فناننا الكبير، كيفك؟ حبيبي الله يخليك. يا اخي والله مشتاقين للاوادم. استاذ وليد حبيبي قشاش، حبيب قلبي الله يخليك. يعني انت بتقش الالوان قش؟ بقش الالوان ويانا بهالبلد مع هالناس الطيبه مع اوضاعنا الحلوه بقلب البلد. فيش احلى منه الواحد يضل بالبلد. شو بدك احلى منك؟ تطلع مع اهل البحر. يعني الواحد كان يتمنى انه يكون له شيء غرفه صغيره هيك بعكا، طلع ما اجمل هالمباني. واليوم احنا موجودين في البلد الجميله عكا اللي عكت كل الامبراطوريات وجابت اخرتين. جابت اخرتين عكا، عكا نابليون اللي احتل روسيا ومصر والى اخره، اجى هون وركعناه. لا شو عجب. وان شاء الله وان شاء الله هاي الاجيال وراح على مينا حيفا، ركب بالسفينه وضلوا هاي وهش وبنهج. وبنقول ان شاء الله كمان احنا هاي الاجيال تقدر تحفظ هذا التاريخ منيح. ايوه وتعيشه وتعرف انه عكا مش مجرد حجر، عكا البشر الانسان الموجود فيها. عكا جميله، يعني اعطيك مثل بسيط، احنا لما منقوش صبع على صوت الأمواج والبحر والنسيم العليل هذا اللي بيطلع منحسش حالنا نحن عايشين. فعكا عكا مش بس تاريخ، عكا فيها الحنان، فيها الحنية، فيها الألفة بين الناس، فيها التواضع. فعشان هيك مدينة كتير منحبها. بحس إنه أنا بلدي عكا إنه مدينتي أنا، يعني وكأنه ملكي أنا من منطلق إنه يعني انه يكون في عندي انتماء للبلد وغيري على البلد، شايف؟ من اجل الاستمراريه. فاحنا بنرجع، اذا بنرجعنا للتاريخ 5000 سنه و200 سنه، 5200 سنه عكا يعني قبل الانبياء موجوده. عكا موجوده موجوده منذ الازل، من بدايه التاريخ من اللي احنا بنعرفه، من بدايه التاريخ، الفتره الكنعانيه. نعطيك مثلا اكثر المعروف انه بالفتره الفرعونيه مصر كانت عكا منفى للعيل المالكي، فكانوا الفراعنه هون. تصور انه الفراعنه هون كانوا ينفوا بعكا العيل على المالكي. عكا على عكا لو الواحد اجى وتعرف عليهم يعني يا الله لا كان حنطونا. لا ابن عكا لما بخرج خارج الاسوار ها ايش بقول؟ وحياة غربتي. مقولة معروفة. مقولة معروفة عن الشباب وعن اهل عكا. بالفعل بالفعل، لانه قديش مرتبطين بالبلد. عكا إلى بوابة وحدة، كان اليوم في عدة فتحات اللي كانت بوابات، بس كانت البوابة الشرقية هي الرئيسية الأساسية. لأنه البحر ما وعكا هي شبه جزيري. انا كفنان كيف بشوف عكا؟ انا بشوف عكا كفتاة أو مرأة جميلة ونايمة على شط البحر، فهمتني كيف؟ نصها بالماي ونصها برا، فهمتني كيف؟ أنا هيك أنا من هون بيجيك الإحاء، الإلهام، الإلهام أيوه الفني الوحي. فبتيجي كان لما يطلع بريت الصور الواحد كان معروف إنه بوابة عكا بوقت معين تتسكر، فهمتني كيف؟ فكان أي إنسان من عكا يطلع بريت البوابة تتسكر البوابة يقعد يحكي غربتي، كأنه مهاجر أو بريت عكا.
أخ وليد، إحنا حكينا قلت في البوابة الشرقية، إذا البوابة الشرقية فإذا يعني في أسوار، أسوار عكا مشهورة، أسوار عكا ومدخل واحد لعكا يعني كان مدخل بساعة معينة يتسكر. أيوة. ليه؟ من منطلق إنه كانت عكا عبارة عن قلعة، ولو إنه إحنا بنحكي إنه كانت قلعة حصينة لأي دخيل على عكا الفترات الصليبية وإلى آخره، ولكن بنعرف عكا إنه حتى بناء اليوم بناء بين صليبي، فهمتني كيف؟ بين تركي إسلامي، فهمتني كيف؟ فكل هذا المزج يعني. مرات بنمشي بنشوف حجار اللي ضخمة كتير بنقول بناء تركي، بنطلع له حجر صليبي من فترة مختلفة، فترات مختلفة، لأنه كانت عملية إحنا بنحكي عن عكا كان يفوت الصليبيين يقعدوا 100 سنة هون، فهمتني كيف؟ يجي بعدين الفتوحات ما تسمى الفتوحات الإسلامية، فهمتني كيف؟ فهاي الأوضاع اللي كانت كان لها تأثير كتير على البناء بعكا، شكل البناء يعني الشكل في كل زاوية في شكل بناء مختلف شكل. وإحنا ماشيين في الأزقة يعني مثلا متحف كبير، متحف يعني هون مثلا انت بتمشي يعني كيف حارات، احنا بنحكي عكا كمان كحارات، هاي حاره البصه نسبه للي اجوا من البصه، سكنوا البصه المهجره، المهجره سكنوا سموها هون حاره البصه، يعني كله يعني مرتبط ببعض. اذا بتطلع على تاريخ عكا بنعرف انه احنا كانت في الفتره اليونانيه هون، يعني عكا هي المنبع الاساسي لوجود الزجاج في العالم، واكتشفوا الأزاز وين؟ بنهر النعمين لما انحرقوا، لما انحرق مع الرمل، المزج مع الرمل. أيوة. بعدين في معلومة هالقد مهمة، عكا بتفصل بين الرمل الأبيض والزفزف الأحمر، يعني إسا وين كنا احنا واقفين وين الفنار، هناك زفزف وبمتاد بتوصل لقبرص واليونان وتركيا كله الزفزف، وبتاخذ الاحمر لانه اللي فيه الرمل الحامي او الكنعاني، الاصل الاسم كنعاني، كنعاني الرمل الحار عكو، فبتاخذ انت الجزء الثاني اللي بيمتد لمصر وبتكمل للسعوديه والى اخره كله الرمل الناعم فعكا يعني سبحان الله عمليه فصل. بعدين عكا اللي بربط والإشي اللي كمان مهم، إحنا بنحكي دائما بنسمع الزبرة بين المي المالحة والحلوة، هاي وين بنشوفها ودقناها؟ وين نهر النعمين؟ نهر النعمين لما بفوت على البحر اللي بيجي من الشرق وبينزل بلتحم مع بشط عكا اللي هو مع البحر، بتوصل بتحس إنه بالفعل إنه المي المالحة مالحة والحلوة حلوة. أول أسطول حربي إسلامي من طلع من عكا، من عكا طبعا معاوية، معاوية لما بنى لما المينا عشان يستمر بالفتوحات بنى أسطول، الأسطول بنى الأسطول هون. فأول حتى يعني بنجي بنطلع أرجع لك تاريخ شوي ومثل يقال كتير، خلينا هيك ندردش شوي يلا أخطأ. طبعا بنفوت بأرقام تاريخية، في مثل يقال إنه حكم أرقوش، حكم أرقوش، سمعت المثل هذا طبعا طيب مين أرقوش؟ مين أرقوش؟ كان والي عكا. أرقوش بالحملة الصليبية الثاني اللي كان فيها ريتشارد قلب الأسد، أيوة، حاصر مدينة عكا. كانت عكا غنية كتير، كل حارة فيها فرن وفي حمام وفي سبيل وكان في شبكة المجاري والمي توصل، فكانت ما كان في لا لندن ولا باريس ولا إلى آخره، كانت عكا، عكا كانت غنية. لما حصروها إجا صلاح الدين نجدي عشان ينجد عكا، فاللي صار إنه بعت بهداك الوقت للشعوب الإسلامية والعربية تيجي نجدي، شايف؟ وكانت المحطة تاعته أو الملتقى تاعه وين البروي، منطقة البروي في تلي، وانت فايت على البروي الشارع الرئيسي عيدك اليمين تل العفسهل، ايوه بالسهل، هاي كانت مركز صلاح الدين فيها. فالقصة هيك بعد ما حاصروا عكا والى اخره، عكا كانت الاتفاقية انه تستسلم، استسلمت مدينة عكا على اساس المعاهدة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الاسد انه ما يأذيش حدا بالمدينة. فلما فات على المدينة
ولقى كل التطور الموجود فيها. أعدم 3000 جندي، كانت أول مجزرة بالتاريخ بيعملها. ليه؟ لأنه ريتشارد قلب الأسد بده يكمل يحتل القدس، عشان يحتل القدس بده يروح على يافا وبده يكمل. شو بده بالأسرة؟ يطلع من يافا للشام. شو بده بالأسرة؟ فأعدمن. يعني التاريخ بيد نفسه. وبهداك الوقت شوف التعاون اللي كان، لما يفوتوا الصليبيين على عكا، حتى المسيحي العربي يتعاملوا معه أكثر من المسلم. ليه؟ يعدوه ثقافته إسلامية طبعاً، ابن البلد. فكان عيسى العوام. عيسى العوام معروف شخصية، اللي هو سبيح، كان عيسى العوام العوام يعوم يعوم ما الله يعوم. فكان هذا عيسى العوام يأخذ الوثائق لما عكا تحاصرت ويهربها للشاط ويغضوها. فكان لما يوصل، شو يوصل؟ لما يوصل للشقة الثانية زدته حمامي، فروا حمامي يعرفوا انه وصل. ضلوا بهذا الطريق اللي يقلط من تحت الاسطول تاعين، لانه كان بهذاك الوقت في الاسطول الانجليزي يقلط. لما عرفوا انه يوم من الايام ما رجعش عرفوا انه مات، عشان هيك سمينا المينا بعكا مينا عيسى العوام. فهذا كان، ومن هذاك التاريخ لهذا التاريخ عكا مدينة عربية، مدينة عربية فيها تلاحم بين الجوامع والكنائس الموجودة فيها. فإحنا بنعتز، ودائما لما بيجوا بيسألوني شو هويتك، بقول لهم أنا عربي فلسطيني بحمل الهوية الإسرائيلية. بيجوا كثير من أصدقاء يهود فنانين، كيف أنت من مواليد 57 وتحمل الهوية؟ بقول لهم بسيطة، اللي حملني الهوية ما دول عربية ولا إلى آخره، اللي حملني الهوية هي السياسة اللي موجودة اليوم، كيف تتعامل معي؟ فهمتني كيف؟ قالوا لي دير بالك أنت فلسطيني وحافظ على هويتك. ونستمر. هون إحنا أمام متحف. إيش شو هذا المتحف؟ هون يا شايف، هاي هوني انا المتحف، الجاليري تاعتي. هاي الجاليري جالي. الجاليري ابو غسان وليد قشاش. هاي جزء من الجاليريا، شايف اللي هسه بس تشوف قشاش. بتشوف انه كمان هون انا عباره مش طبقه واحده، اكثر من طبقه واحده، ثلاث طبقات. هسه بتشوف، هسه بنعرفكم على هذا البيت، وزي ما شايف انا بعرض على الحيطان برا وجوا والى اخره. شايف يعني هناك، شوف هاي كمان ترسماتك، هاي هون لا، هاي البداية، هاي اللي إن شاء الله وإحنا نمشي كمان بعجيك. إنه أنا كفنان عربي، فهمتني كيف؟ أنا صاحب رسالة، صاحب حضارة، صاحب ثقافة، وباجي بقول لهم إنه أنا موجود، ولما بدي أخاطب الآخر لازم أخاطبه بمستوى فني اللي يليق فيي كعربي وكفلسطيني، وأقول للآخر إنه أنا موجود من خلال أعمالي أو من خلال العنصر الإنساني اللي عايش بداخلنا. على الجاليري. أحكي لك وليد، يعني بحياة الواحد، حياتنا دخلت على كثير جاليريز، دخلت على متاحف، دخلت. هذا انت بتحس لك تنتمي له، يعني مش اللوفر والله صف قزم امام هذا المكان. لا والله اقول لك، يعني الله يخليك، اهلا وسهلا فيك. انا بداخل بيت قديم. احكي لنا عن البيت، عن الجاليري. طيب بنحكي اكثر، معروف انه هذا بناء تركي. الساقطر لقدام بتشوف البناء الصليبي، احنا اول طبقه، في ثاني طبقه، فهمتني كيف؟ في ثالثه، يعني هون انا بحكيك عن ثلاث طبقات بنفس المحل، بنفس المقاييس. بشكل خاص هون عندي انا، تطلع على الاعمال الموجوده، هي اعمال اللي اشياء اللي هي كانت مرميه بالطريق، انا باخذ الباب بشتغل عليه الى اخره، وبآمن انه مش كل عمل انه ممكن يكلف مصاري والى اخره. انا بآمن انه عشان أخاطب الآخر فالمفروض يكون عندي قدرات فنية، عشان يكون عندي قدرات فنية لازم يحترموني من خلال عملي الفني، فهمتني كيف؟ فعلى سبيل المثال يعني عندك هاي ثلاث كراسي،
ثلاث كراسي كان بشي زاوي شي زاوي ختم اجل اسوي الكراسي. فاجيت الكراسي هذولي طبعا شايف انت الوانين لاني انا برايي بيرمزوا للربيع، فاخذت ما يسمى الربيع العربي مفهومه. والربيع العربي اذا بتطلع من كل كرسي طالع الخازوق، هذا الخازوق اللي هو استعملوه الاتراك خازوق العثمانيين فكتير بيسالوني بيقولوا لي هل الـ 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 يعني الـ الزعيم او الى اخره هو بقعد على هذا الخازوق؟ بقول لهم لا يا جماعه الخير، هو بقعد على الكرسي وشعوبنا بتقعد على الخازوق اللي موجود. ف يعني بيجي بدك انت كمان من خلال الاعمال الفنيه شايف تحاول توصل رسائل. يعني زي ما شايفة هاي مشروع مع مجموعة أولاد مدرسة، جينا أخذنا كل إشي مسدود وإنه تساوى إشي من منطلق إنه بالفن من ولا إشي إنه ممكن تساوى إشي، شايف؟ فكانت هاي الفكرة. هاي بسموها بالفن مدرسة دادا داديزم. هاي معلومة حتى أنت بتتعامل فيها كممثل وإلى آخره. الدادا بالحرب العالمية الأولى إجوا مجموعة فنانين وشعراء وممثلين قعدوا بزيورخ بقهوي وقالوا بما انه الفن للطبقة الراقية الغنية احنا بدنا الفن يكون لعامة الشعب. فطلعت كلمة دادا بالصفي وبلشوا. عشان اليوم كتير حتى من خلال التمثيل اللي انت كمان بتقدمه هذا نوع من الداديزم، يعني طلع انه الانسان يكون داخله في طاقات والى اخره وبيعملها. فطلعت المدرسة السريالية وبعدين طلع سلفادور دالي وصار يعني اليوم حتى الشعر السريالي في كتير ناس بيسمعوا بالسريالية بعرفوش منين جاي الكلمة. فالفن حلو. احنا شعب مبدع والله مبدع، ولكن احنا يعني زي تقول في كتير اللي ما أخدوش فرصتين مثلني كيف. ولكن انا بأمن كل انسان مبدع ما يستنى حدا، ما يستنى حدا، لا بدنا مؤسسات ولا غير مؤسسات، انا بشتغل بس بوجودي، فهمتني كيف؟ يعني على سبيل المثال يعني هاي بال 2004 كان في معرض بامستردام وكان حول علم، فانا كنت غادئك بزياره لقيت انه الابساط اللي بتمسح فيه اجريك تفوت على المحلات علم هولندا كان قادر على اعلام الى اخره. فاخترت انه اساوي علم امريكا، فالي صديق بيع كنادر، اخذت كل الكنادر هاي صممت العلم. هسه اللي بيجوا في ناس اللي بيشوفوا كل الاحذيه هاي جديده اعطاني اياها جديده واستغليتها للعلم، وكثير حاولوا يشتروها ما بعتهاش لانه بعتز بهذا العمل لانه اعطاني اتقدم كثير لقدام. هسه احنا نازلين يعني انا شايف مسرح نازلين على بير مي إسا زي ما شايف انت هون استاذ سعيد، هذا مجسم هذا مجسم لعكا بخيالي انا انه كيف كانت عكا وانهدت كذا مره، فبنيت انا هذا المجسم من منطلق انه انا كيف بشوف عكا، لانه الاسوار هاي مش موجوده اليوم بعكا. اذا بتلاقي الأبراج. الصور الابراج هاي ما موجوده، لانه اذا انت بتطلع يمكن على يمكن ضل برج واحد ولا واحد ولكن انا كل ما بيجي حدا بطلع بقول له هو عكا، هاي عكا اللي انا شايفها اللي انا بخيالي، فهمتني كيف؟ فالمبنى اللي هون انا قلت لك انه انا 3 طبقات في عندنا هون، هاي من هون لهون كان مسكر، انا اكتشفته هذا البير اللي هذا بير مي. لسا كيف اكتشفته انه دائما عندنا بعكا بنعرف انه اي بنا بكون ندخل على بنا تاني، هناك الأنطرة اللي جوا هاي شايفها بتأدي لنفق، بس بدك أموال، بدك تضلك تنظف إلى آخره. ف زي ما شايفوني هاي نازلين طبعاً، أنا زي ما شايف أستاذ سعيد أنا عندي هون لتحت في كمان مترين كمان هون تحتي في حمام تركي، هذا كان مسكر. كيف انا عرفت انه هذا في محل؟ اجيت انا هون بنيجي لهذا بناء صليبي على فكره، باجي هون شايف معلم لبين الحجرين اللي بنسميها الفوقه بقدح، ضلني اقدح بفوت قضيب قضيب قضيب، اذا في جيران من غاد بدقوا لي على الحيط وين رايح، اذا فيش حدا بنكمل. بعد ما اقدح بضوي شمعه، الشمعه كل الضغط الموجود جوا
تطلع بتصير اللهبة تتحرك، بعرف إنه في محل بنفتحه بنفوت وبنشتغل وبننظف ويانا وبتحافظوا على البلد. هذا اللي هون بير مي، كيف بير مي؟ هذا بالأساس هو بناء صليبي، الأتراك استغلوه كبير، يعني هاي الإصارة القديمة شايفها؟ هاي إصارة البير، شايف الفتحة لفوق؟ أيوه بغض المي لفوق. إسه هذا كان بير، تصور قديه بيكون فيه مي، وهذا الجزء اللي كان مسكر شايف البير تاعه؟ أيوه له فتحة من غاد، هذا كان يغضوا مي للي كانوا يشتغلوا بقلب القصر. طبعا زي ما شايف قديه فيه كراسي والى آخره. بدي أحكي لك عن لوحة بسيطة كتير. يلا. هاي إيش اللوحة؟ اللوحة هاي يا سيدنا إذا بتطلع على الدائرة مظبوط، داخل الدائرة في لعبة، داخل الدائرة في الأشكال هاي الخشب، وفي عندك واحد اثنين ثلاثة اللي طالعين من الدائرة مظبوط. هاي منين استوحيتها أنا؟ أنا استوحيتها وأنا كنت عم بشتغل برمضان حلو، فكان يكون أحاديث، فحكوا على رسم بياني اللهم صل على سيدنا محمد، خططوا على الأرض وحط خط اثنين ثلاثة بريت الدويرة، شايف؟ سألوه إيش هذا؟ قال لهم الدائرة هاي عمر الإنسان، يمكن 90 يمكن 80 يمكن هذا اللي بده يعيش، ولكن هاي الخطوط اللي طلعت بريت الدائرة هاي الإنسان فكر حاله ما لا نهاية بده عمر، فهمتني كيف؟ فأنا استوحيتها طبعا، أنا عملتها بأسلوب أخطر. دمي صغير هي وجه طفل، هي الولادة بالضبط، ومحاصر داخل هذا وباقي الخطوط عملية حياته. إسا الألوان اللي جوا ممكن تكون حياتك الأد حلوة، حياتك هيك شايف؟ وردية خضراء. ما شاء الله. هاي استوحيتها أنت لناي من حصار غزة، وأنا دائما بتعامل مع الزنج وهذا التنك، لأنه دائما لما بنحكي عن مخيمات فالفن، الفن قلت لك الفن كتير حلو، والفن وأنا بشتغل كمتحف مش كمتني كيف كما عندنا ما ببيع لوحات، لأنه فيش عندي اللوحة جمالية. يعني أنا مثل بسيط، هذا جزء شايفه هذاك نفط اللي فوق حليب، حليب إيش هذا؟ برمز. برمز لبوش الأب لما حاصروا العراق، النفط مقابل الغذاء. أيوة. ولما بيجي أنا عندي جمهور بحكي بتقول نقصهم غذاء في العراق، يعني للعراق. ما هو أخذوا كل النفط، أخذوا لهم النفط والعلم والنفط والحليب والغذاء، ما خلوا لهم شيء، ما خلوش، وتركوا المتفجرات هناك بس. فعندي كل عمل برتبط يعني بموضوع، وبرجع بقول لك يعني إنه أنا ما العمل اللي هو كل عمل سياسي، كل في تأثير معين يعني حياتنا. حياة من حياتنا. أخ وليد حبيبي لا يمل، يعني جولة اللي ممكن تستمر أشهر ونتحدث عن كل حجر وحجر في مدينة عكا. فناننا الكبير حبيبي الله يخليك، هذا من لطفك، ألف شكر لك. أهلا وسهلا. وهيك بنكون أنهينا حلقة أولى عن عكا، ممكن نستمر عدة حلقات، ولكن إلى اللقاء في حلقة أخرى كمان عن مدينة عكا.